من هذا، لأنه زاد فما نوع آخر من التحايل، مش كان المواطن فقط يتحايل عليه، حتى الدولة زاد هي زاد يتحايلوا عليها بطبيعة الحال بإنشاك مثل هاي الشركات هذه، كنا حكينا عليها في فترات سابقة. والدولة تتعاقد. شوفوا مثال، مثال كيفاش شركات وهمية أو شركات قانونية تحايلوا على الدولة التونسية. تفضل. سبق وحكيت لنا على احدى الشركات الوهميه اللي ابرمت صفقه مع تونس ب 8 مليارات في اقتناء حافلات، نرجع للتفاصيل. بالنسبه للفساد كثر في تونس، وابرز طريقه للفساد هي الشركات الوهميه. باش نحكي لكم مثال حي على الشركه قامت به الشركه الوطنيه للنقل بين المدن، حبت تشري حافلات مستعمله من فرنسا. بعض الاطراف اللي هي على علاقه بالرئيس مدير عام قامت بتاسيس شركه في ضواحي باريس براس مال قدره 1000 اورو، وقاموا باقتناء الحافلات الواحده ب 5000 اورو، ثم باعوا للشركه الوطنيه للنقل بين المدن ب 105000 اورو. يعني السوم نتاع الحافله تضاعف اكثر من 20 مره. اي شريتها ب 5000 اورو وبعتها ب 104000 اورو للحافله. الشركه هذه قلت لي انت راي حديثه التاسيس راس مالها 1000 اورو في ضواحي باريس، والمؤسسين نتاعها مراه فرنسويه واحد الشبان من الساحل التونسي، هكا ولا؟ الشركه هذه هي في ضواحي باريس لشاب عمره يترأسها شاب عمره 25 سنة أصيل منطقة السيد رئيس مدير عام. هذه هي ترأستها المرة الأولى مرأة فرنسوية وقت إبرام العقد، بعد وقت اللي باش تتسبل الفلوس واللي ترأسها السيد هذا عمره 25 سنة وصديق للرئيس مدير عام. قلت لي إبرام العقد هذية متاع 8 مليارات اللي كانت فيه الشركة هذية الوهمية وسيط بين شركة فرنسوية والشركة الوطنية للنقل بين المدن، صار في نهار واحد، يعني الشركة الوهمية في النهار اللي شريت فيه باعت فيه لتونس، هكا ولا؟ هي شركة وهمية شريت الكيران من عند إيفيكو فرانس، هي شركة وسيط شريت الكيران من عند إيفيكو فرانس. إيفيكو فرانس هذه صحيح شركة تبيع الكيران الحافلات مستعملة وتبيع قطع الغيار. إيفيكو فرانس النهار اللي بيعت فيه إيفيكو فرانس لي تبيع به للشركة الوطنية للنقل بين المدن، وتضاعف الثمن 20 مرة. وتضاعف الثمن 20 مرة، يعني الحافلة شريتها من عند إيفيكو فرانس ب 5000 أورو تبيعها للشركة الوطنية ب 104000 أورو. هو كان استجواب لأحد أبناء الشركة الوطنية للنقل بين المدن ذي، وحكينا فيها في فترات سابقة هذه القضية، وحبينا نعود نذكره فقط بنوع التحايل وأنواع التحايل، وأنه حتى الدولة التونسية تحايل عليها. مازالت فما هي صارت إيقافات بعد الحصة، والقضاء أدلى بدلوه. يظهر لي أنا باش نرجع معاك أستاذ أحمد، وأنه الدولة كيف زاد النجم تحايلوا عليها بانشاء شركات احنا نقولوا عليها وهميه، ولكن عندها تراسابيليتي في ارض الواقع. ولكن ديما نرجع نقولوا انه نوعيه النشاط هي اللي تنجم تخلي ثنيه للتحايل، واللي يسرق يغلب ديما اللي حاحي. شنو حسب رايكم انتم، هل الازمه اليوم هي ازمه قانونيه في النصوص او في تطبيق النصوص؟ تفضل. هو شوف، احنا توا كنا نحكيه على التحايل على المواطن والشركات اللي تحايل على المواطنين، اليوم نتحدثوا على التحايل على الدولة، هذا شيء آخر، لأنك الدولة مفروض أنك تكون واقف وفاهم روحك ايش قاعد تعمل. أنت اليوم راك معناتها أنت مسؤول على 12 مليون مواطن، معناتها هذه فلوسهم، هذه أنت مؤتمن على أموالهم، مؤتمن على مصيرهم، معناها تجي تلعب. لازمك تكون اقوى. لا، لازمك الغلطه معناتها ما يلزمش تصير، لانه الغلطه راهي ماهيش غلطه على حسن النيه، راه سوء النيه يكون مفترض 100%، لانه انت اليوم راك محترف، راك تتعامل معناتها كدوله، ما تتعامل باسم الشعب. اليوم لازمك الاليات نتاع الرقابه، انت اليوم تتعامل مع شركه يا اخي ما عندهاش تاريخ، كيفاش يكون توا هذا انت وتتعدى هكاك؟ لا، ما فما في الوسط فما حاجه، فما في الوسط حاجه والاكيد والمؤكد،
لانه اليوم انا شنو هي يمين تو نتحدثوا كارت سور تاب تي ماني نجيب صاحبي انا نقول له هاي خبيزه ناكلوها مع بعضنا هذا اللي صار هذا هو اخي شنو هي يا اخي باش نغطيو عين الشمس بالغربه الحمد لله على القليل نجمو طاولين نجمو نتكلموا على الحكايه هذه انا نجيب صاحبي نقول له خويا هاي فما خبيزه ناكلوهم مع بعضنا ايوا ايجا برا شارك ايجا وتحل لي زابيل دوفر ونحلوا الجوابات ماني شيء معروف هذا راه وهذا ما يلزمش هذا ما يلزمش نسامحوا فيه هذا هو لازم نقفوله هذا لازم نقفوله وما نتصداو له يتصداو له بالاعلام يتصداو له المواطن الحمد لله طولت فما ناس بقوه الردع زاده بقوه الردع الحمد لله ولينا نشوفوه اعلاميا التلافز توليت معناتها كي تحلل في هذه المواضيع راي اثارت برشا قضايا في المحاكم ولينا نستناو ساعات احنا البرامج هذه نهار الاربعاء ونهار الخميس نهار الجمعه نهار الاثنين تلقاها تحل فيها بحث تحقيقي ولينا نتبعوا توا معناتها احنا معناتها كمحامين القضاة يفضلهم يخدموا على رواحهم وقاعدين قايمين بدوهم لكن زاد حتى الاعلام طول يثير في قضايا ولا جزء من الراي العام في الاعتبار اليوم هذا الاجرام نتاع الدوله راه ماهوش معناتها شيء معناتها سيدي ايمن مش هذه شركه تحل قضايا هذه دوله راه سي ايمن عبد الدايم قاضي في المحكمه البدائيه بتونس فما انشطه وفما قضايا ربحتها حتى الدوله التونسيه ذات شركات حكينا مره وباش نرجعوا عبد الجنره انا راجعين له حتى الكتب المدعم الدوله التونسيه ترفع قضيه وتربحها ولكن الشركات اللي ربحتهم في القضيه هذه باش يعوضوها ما زالت تنشط في نفس النشاط هذه شنو ينجم يتسمى هاي ترفع الدوله هاي النيابه العموميه والدوله التونسيه قامت مثلا بالقضايا نتاعها وتربحهم ولكن الشركات مثل الشركات تقعد تنشط في نفس النشاط وكأن شيئا لم يكن رغم اللي فما أحكام فيها شوف يا أمين يلزمنا نفهم حاجة عادة في أذهاننا وقت اللي نسمع كلمة دولة الدولة عليها أن تتلبس بامتيازات السلطة العامة يعني الدولة هي في الموقع متاعها لابد عليها أن لا تكون في نفس موقع الأشخاص الطبيعيين عند تنفيذ العقد أو في تنفيذ الالتزام لهنا يا أمين يلزمنا نفهم حاجة راهو الدولة في النشاط اللي تقوم به هذا وفي العقود هذه اللي تبرمها تبرمها باعتبارها شخص من أشخاص القانون الطبيعيين معنى كأنها شخص طبيعي ليس كشخص من ذوات القانون العام وبالتالي تتنزل منزلة الأشخاص الطبيعيين الدولة في تنفيذ العقود هذه وإلا في تعاملها مع الشركات هذه وبالتالي وقت ترفع القضايا أمام المحاكم لا نميز بين دولة أو بين شخص طبيعي لا نميز لأن صدور الأحكام تصدر ضد الحق العام وضد المتضرر الحق العام المتضرر وضد المتهم وبالتالي الدولة في تونس ولا في القانون التونسي ولا أمام الإجراءات التونسية أمام المحاكم التونسية تعامل بمنزلة الأشخاص الطبيعيين ولها الحق في التنفيذ كبقية أشخاص الطبيعيين هذاك علاش زاد نلقاو فما قضايا اللي هي ضد الدولة التونسية أو قضايا تربح الدولة التونسية ونتعامل معها كشخص طبيعي أمين نتعامل معها الدولة وهذه مشكلة مش مشكلة في القانون هذه مشكلة في القانون هذه مشكلة في القانون به سي محمد أنا نحب نرجع إلى النقطة اللي وردت في الحوار وهي يعني مسؤول سامي في الدولة التونسية يعرف روحه باش يبرم صفقة مع دولة أجنبية يقوم بالتعامل مع مواطن تونسي مقيم في ضواحي باريس يقوم في ظرف 15 يوم بتأسيس شركة تكون هي الوسيط بين الشركة الفرنسية وشركة النقل بين المدن هذا حسب التصريحات وحسب ما ورد في الحوار حسب الأبحاث زادة اللي موجودة خليني ذاك بيد القضاء الثمن من 5000 أورو للحافلة الواحدة إلى 105 أورو للحافلة يعني الثمن يتضاعف 20 مرة فما نية مبيتة في الاستيلاء على الأموال متاع الدولة التونسية أنا باش نوري لك وثيقة هذه تابعة وزارة الشؤون الخارجية اللي تقول فيه بالحرف الواحد أنها توسطت بين وزارة النقل ومنظمة الأعراف الفرنسية في إطار تسهيل طلب العروض بصفة شفافة لكن هذا الإجراء الدبلوماسي قوبل بإجراء ثاني نيته المبيتة وهي الاستيلاء على الأموال العمومية وما أكثر وهذه الشركات اللي هي أنشئت بغرض
معناتها المال التونسي. باش نرجع لنقطة أخرى. هي القضية دي على أنا باش نرجع لك إيقافات كنا أثرناها في وقت معين. أنا جايك لنقطة أخرى وفي غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. سبق وأن تحدثنا ونسطر مليح على معمل الإسمنت أو مصنع الإسمنت ببنزرت، ومن هذا المنبر أتوجه إلى السيد وزير الصناعة، ورينا بالصورة وبالصوت الاستيلاء على أموال المصنع، وبين ظفرين الأموال قاعدة تجمع في الشكاير قدام المعمل، وممنوع جمع الأموال لأكثر من 5000 دينار، وممنوع الاستفادة ببعض الإجراءات اللي هي تعطي واحد أو شركة باش ياخذ الامتياز يستولي من خلاله على نشاط الشركة. مع هذا مشى وزير وعادت حليمة إلى عادتها القديمة، وخليني نعطي سر في غاية من الخطورة، مش فقط الشركة هذه تاخذ في 800,000 دينار امتياز، 800,000 دينار امتياز شهريا من مصنع الإسمنت بنزرت، وإنما أيضا فما ديون متخلدة بقيمة 3 مليارات من الشركة هذه لفائدة المصنع أي إلى الدولة التونسية، لكن مع هذا يسكروا له الديون متاعه ويمكنوه من امتياز جديد وهو استلام البضاعة يعني والدفع بصفة متأخرة. هذا الامتياز هو نوع مقنن من الاستيلاء على المال العمومي، وسمحني يا أمين ما تتقلقش لأنه كلامي هذايا يحكي على مليارات منهوبة للدولة التونسية، والإصلاح ينطلق من مثل هذه الملفات وفتحها بصورة جدية. وأنهي كلامي، الفيسك متاع بنزرت ومتاع كل ولاية من هذه البلاد شنية خدمتكم لما تظهر مثل هذه الملفات وما تحلوش بحث معمق وترجعوا فلوس الدولة وترجعوا فلوس الشعب هذايا، ما تقعدوش تتفرجوا وتسمعوا بالأرقام ومتاع الملايين ومئة الملايين اللي ماشية، لكن الرقابة غايبة.